بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بيكم، ما زلنا مع ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنهاردة هنحكي موقف وقفته مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، خلت جميع أهل العلم يسموها امرأة بألف رجل. إيه هو الموقف ده؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. الموقف ده هيحصل امتى؟ هيحصل لما النبي عليه الصلاة والسلام هيشوف رؤية سنة 6 هجرية. الرؤية دي مفادها ايه؟ مفادها يلا يا رسول الله اطلع اعمل عمرة انت والصحابة. فيفرح النبي عليه الصلاة والسلام جدا ويفرحوا الصحابة جدا، بس النبي عرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقوده عشان يوصل لحاجة معينة مع قريش هنحكيها في اخر الحلقة ان شاء الله. فيبدأ النبي يستعد والصحابة يستعدوا، لبيك اللهم لبيك ونروح المعنوية في السماء. مين طالع معاك العمرة دي يا رسول الله؟ ستنا أم سلمة بطلت حلقتنا النهاردة رضي الله عنها وأرضاها. تطلع ستنا أم سلمة ويطلع النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع جميع الصحابة. الحقيقة الصحابة روحهم المعنوية في السماء، بقالهم 6 سنين محرومين من مكة، كانوا عايشين فيها ومولودين فيها، وحشتهم الكعبة، فقاعدين بقى يلبوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والروح المعنوية عالية جدا. وصلنا عند أطراف مكة، احنا في منطقة اسمها الحديبية قبل مكة على طول، وبعدين لسه النبي جاي يدخل عليه الصلاة والسلام فبركة الناقة بتاعته، فالنبي عارف ان دي إشارة من ربنا سبحانه وتعالى، فوقف شوية النبي صلى الله عليه وسلم. أتاري قريش جوه انفعلت جدا ان ازاي محمد يدخل علينا كده، وازاي يدخل يعمل عمره، والعرب تقول علينا ايه، والعرب تقول محمد دخل غصب عننا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فالدنيا متربكه جوه. بس قريش محرجه سياسيا جدا، لانها لو منعت النبي يدخل كده قولا واحدا ومنعته من الدخول، بقيه العرب هيلوموا عليها. انت يا قريش ماسكه قياده البيت الحرام، لان انت مش قبيله عنصريه، مش بتمنعي حد يحج ولا يعمل عمره ولا حد يطوف بالبيت. هما كلهم كانوا مشركين بيطوفوا للبيت للاصنام، بس انت اللي في ايديكي زعامه البيت الحرام، فمش من حقك تمنعي اي قبيله لمجرد ان بينك وبينها خلاف، انت كده هتبقي عنصريه. فلو قريش منعت النبي وحشه في حق قريش، ولو قريش دخلت النبي وحشه في حق قريش برضه، لان احنا كده محمد دخل غصب عننا. فقريش محرجة سياسيا جدا، الدنيا مقلوبة جوه مكة، مش عارفين يعملوا ايه، والنبي قاصد ان ده يحصل صلى الله على محمد. فيقف النبي على باب مكة، وروني هتعملوا ايه؟ لو منعتوني انا الكسبان، ولو دخلتوني انا الكسبان. وفي حل ثالث، ده اللي النبي عاوز يوصل له عليه الصلاة والسلام، هنبقى برضه احنا الكسبانين. المهم النبي واقف على باب ومستنيهم، في دوشه جوه وبعتوا له مراسيل، لا ما تخشش دلوقتي يا محمد. ومراسيل بقى طالعه داخله ما بين قريش وما بين رسول الله، مفاوضات، لحد ما جاء اخر مفاوض واحد اسمه سهيل بن عمرو. اول ما سيدنا النبي شافه جاي من بعيد، وطى كده على الصحابه وقال لهم سهيل بن عمرو سهل الله لكم، هتتقضي ان شاء الله. فجاء سهيل بن عمرو والنبي قاعد مستني، وروني عندكم ايه. فجاء سهيل بن عمرو قال يا محمد انت عارف ان احنا صعب دخلنا، العرب هتقول علينا ايه؟ فالنبي يقول له، وقال لي اللي قبل منه كمان، انا عندي حل ثالث صلى الله عليه وسلم. فسهيل قال له ايه هو؟ قال له احنا ممكن نمادتكم مده، طب ما تيجوا نعمل صلح. ده اللي النبي كان عايزه. فسهيل يقول له بص يا محمد، انا عندي ليك عرض، فكر فيه وقول لي انت موافق ولا مش موافق. قال له ايه هو العرض؟ قال له رقم واحد، تلم اصحابك وترجعوا على المدينه، مفيش عمره السنه دي. طبعا هو اول ما قال كده الصحابه ورا ابتدى يحصل ايه؟ قلق. ايه يعني ايه نرجع المدينه؟ يعني ايه مفيش عمره السنه دي؟ هو ازاي يقول لنا كده اصلا؟ فبدا يحصل دوشه، وسيدنا عمر طبعا هيكسر الدنيا ورا. اتنين، تقولي السنه الجايه في نفس اليوم في نفس التاريخ في نفس الميعاد هنسمح لكم تخشوا تعملوا عمره 3 ايام بس، فجر اليوم الرابع تبقوا بره. تلاته، اي واحد مسلم من عندك ارتد وقرر يجي قريش مش هرجعهولك،
بس أي واحد مشرك من عندي من قريش أسلم وقرر يجيلك لازم ترجعهولي. فالنبي سكت شوية وقال له وما المقابل يا سهيل؟ إن وافقت. طبعا هو أول ما النبي قال إن وافقت الدنيا اتقلبت ورا الصحابة، إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه نرجع وما نعملش عمر؟ يعني إيه المسلم اللي يرتد ويروح لهم ما يرجعهولناش؟ ولو واحد مسلم أسلم وهرب من عذاب قريش وجنة المدينة إحنا بإيدينا نرجعهوله، إيه الكلام ده؟ ففي دوشة حاصلة ورا. ستير أم سلمة موجودة بتتفرج على كل ده. فالنبي قال له وما المقابل يا سهيل؟ قال هدنة 10 سنوات، صلح 10 سنين. طبعا ده حلم بالنسبة لنا، احنا عاوزين نعمل معاهدة سلام مع قريش، احنا تعبنا بدر وأحد والخندق، كفاية دم، احنا مش دين الحرب، احنا دين السلام، فاحنا عايزين سلام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ولكن من أراد أن يدخل في حلفي يدخل، ومن أراد أن يدخل في حلفك يدخل. فالنبي ضيقها، قال له ماشي بس من عندك أنت بس، يعني اللي يجيلي من عندك أرجعه أنت بس، لكن من أي قبيلة تانية اللي يجيلي مش هرجعه، فأي حد عاوز يدخل في الحلف بتاعي يدخل، أنت حلف وأنا حلف والناس حرة تختار اللي هي عايزاه. فسهيل قال له أنا موافق. فالنبي قال له وأنا موافق. أول ما سيدنا رسول الله قال أنا موافق الدنيا اتقلبت، فابتدى الصحابة يقولوا أسيقبل هذا؟ أسيقبل هذا؟ سيدنا عمر مش قادر يستحمل، سيدنا عمر هيتجنن، يعني إيه يجي لي واحد مسلم أرجعه بإيدي القريش؟ أسيقبل هذا؟ أسيقبل هذا؟ فقال سهيل يا محمد إذا نكتب الكتاب، كتاب يعني معاهدة، نكتب المعاهدة. فقال النبي تعالى يا علي، سيدنا رسول الله لا يكتب ولا يقرأ أمي، تعالى يا علي اكتب. سيدنا علي جه ومسك الورقة وخبطها كده، حاضر يا رسول الله، مش قادر رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا رسول الله هو اللي بيملي، فسيدنا علي قاعد ماسك الورقة والقلم وحيكتب، فالنبي بيقول له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. أما سهيل قال له استنى استنى استنى، مين الرحمن الرحيم؟ أنا ما أعرفوش. اكتب باسمك اللهم كما كان يقول آباؤك قبل هذا الدين. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هو الرحمن وهو الرحيم وهو الله. جماعة النبي عارف يتنازل عن إيه وما يتنازلش عن إيه، عارف إيه الثوابت اللي يمكن أتنازل عنها وإيه الحاجات الفرعية، ربنا ليه 99 اسم. فقال يا علي أكتب باسمك اللهم، فقام سيدنا علي باسمك اللهم عايز يموت سهيل بن عمرو. فقام سيدنا النبي قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع سهيل. أم سهيل قال له استنى استنى استنى، من قال أنك رسول الله؟ فلو أنت رسول الله لكنت صدقتك، ولكنك كذاب، أنت لست رسول الله. فسيدنا النبي خد نفس وسكت وقال له والله أنا رسول الله وإن كذبتموني. يا علي اكتب هذا الذي اتفق عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي قال له كتبت رسول الله، خلاص رسول مش خلاص. فقال امحوها يا علي. قال والله لا امحوها ابدا، لا يمكن. قال امحوها يا علي. قال لن امحوها يا رسول الله، لا يمكن. فقال ارنيها يا علي، شاور لي عليها، عشان هو حبيبي يمسحها بايديه. وبص كده لعلي قال له ستضطر لمثلها يوما يا علي، هيجيلك يوم هتعمل نفس اللي انا عملته. تتكلم عن ايه يا رسول الله؟ عن الفتنه. ياه صلى الله على محمد، لا هتحصل بعد اكتر من 30 سنة. المهم ارنيها يا علي ومسحها، خلاص بنكتب الاتفاقيه، لسه هنختم او لسه هنمضي ويحصل مفاجاه. ايه المفاجاه؟ واحد اسمه ابو جندل صحابي هربان من قريش، قريش كانت بتعذبه وفي ايديه اثر السلاسل والدم، فطلع يجري من قريش، سمع ان المسلمين في الحديبيه يا عيني، ففرح جدا، فطلع يجري يا معشر المسلمين انقذوني، وبيوريهم الحديد اللي في ايديه، قريش يعذبونني ويفتنونني في ديني. فقام سيدنا عمر قال له ايوه طبعا تعالى، وراح سيدنا عمر شده ودخله مع المسلمين. وفجاه ان ده مين؟ ده ابن سهيل بن عمر، هو كان بيعذب ابنه. فيقف سهيل بن عمر ويقول له يا محمد هذا أول العهد، ترجعهولي نمضي الاتفاقية، مش هترجعهولي مفيش اتفاقية. فسيدنا عمر مش قادر، ازاي ده كله دم، ده جاي بيبكي، ده مسلم وبيتعذب مع الكفار، يعني ايه نرجعه؟ فالنبي قال له
يا سهيل، لم نقض الكتابة بعد، إحنا ما مضناش. معلش أجيزه لي، سيب لي ده بس. قال أبداً، هذا أول العهد، تاخده مفيش سلام. قال يا سهيل أجيزه لي. قال لن أجيزه لك أبداً. اختار. ترى النبي هيعمل إيه؟ الصحابة بيغلوا، سيدنا عمر بيغلي، ستنا أم سلمة الحكيمة هي اللي هتحل الأزمة دي كلها. يا ترى ازاي هيتصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهيعمل ايه عشان يحل الأزمة دي، وهيكون ايه رد فعل الصحابة، وفين دور السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها اللي بسببها هتتسمى امرأة بألف رجل؟ ايه الأحداث؟ ده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية بإذن الله. شكرا، السلام عليكم. درس بكره.